السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا السود هذا وقيب كميدة حلقة يعني لما يعبح ذي سؤال مانتا برامج يعني لما يعبح سؤال مانتا شاب حمو شيب اللي بقى مديرنا وكفت وضربنا الشخص عيلكم حلوية هي وحانا هي شاق رادس شاقو يمكن وحلوه وضحر السي في مالك هدي عن سي في بيانا عن قرطه وصند عن الخبرة دي دا كوتشي السي في كوتشي كودر صدو لعكت عن كيه اللي دون شقضة اسمها حرام با محلال با تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وحن فريا مسألة دو مسألة دا السي في كحكم هاوي كقودة وينت كقاعدة هام بيوبا حانتا محايا لي مسألة داني فروع دادو أمو حيابا هاي قاعدة دو قليسو قيبا بضانو نرشا بي تابتا وحاكم إذا قف شهادة بين صوصة ميست كنا شقق قلي وحاكم إذا قف دعوة بين يسكو ديبي دم دا قلبيت كي مركا الله تابو عايدنا كو قاتي أما كو شقتك أما حبرشا اللوغة بحي وحاكم إذا هلكن كي ينشوغنا وكاليتا قف أيدي بين قاتي كنا شقتك ولو شقالي وحاكم ذي سيفيغا بينتا قفك قرطي وكو شقتك وحيوان رؤون مركا اسكو العليسو لبا ريموت بان بيشا يال قفكن نعفي سوغالي يا دريقي لماري او قيبا كميدا لغا بين شاري لبا دا حكم بنتو ودنبي هذا ضرورة شرعية قيل شرعية ومركا بنية انا يشري وحال انتفاع الصدينا اما واشقو اما ظروف قدر انت هذا له لبدا حكم كود مس لازميا مس لبا كلا حكم بين نقنيا مسردا سوى مسردا ليرادا حكم كجهه منفكه لبا جهه كلا دوان وي قفكو بينتا وقري يا بينتا وشيغي اما كو دعوودي يا مقع بينتا وقاتي يا شهاده بينتا وقاتي يا سيفي بينتا وقري وحيابها بنتا أصل كود وحاران ودنبابية أصل كود وحاران ودنبابية وحن نعفق يسوه قالي يتن والا بكره تن حكم كيري دنبية دوا قال شقضا وقبتي هدو حرفت دي يقانو شقضنا وسيدي الله بحنا وقبتي وحي وكوها لي حلال وي أما سيفي بينها كتاو أما شهادة بينها كتاو صابت شهادة اللور راذين هي سيفي خبرتنا اللور راذين هي شقضة سيفي عن اللو قبط وقفي قانا اللو هلاي أحد حدو شقضة سيفي عن ويا قان سيفي عن وقبطي وجرد إيا مشاركة اللبحين أيوه وحي مقابل أطهي الشهادة ذا مقابل ما هي سيفي شقضا لقبتي السيدة في عن لقبتي بي مشاروطة صدرت هذه الشهادة ذا يسيفي قبرونيهن شقضا نصفي عن هذا أقبا وحدكو قادة حاراوي قفك الشهادة ذا هذا انتو قادة بجاب قشان ماي اسنع في النقون ميسو سيفي قاقونا أكاونت حساب وقلي ماي وحوصمين ماي كده وحكم ميزامي شقضا قفيا قانا وصفي عن أقبان كرمتها يمسمتي إساقا وحا أنفعي واشق قبشت هذا حقا وكوية لنا عقدي يهشيس كمركض قشان كدبنا وعملك إيا شقضا آد أقبان إيسا شهادوين كاقية سيفيقا منا يالان مايو صدرت تنوحد كبين شيكتين وادن بقارة وادو ان دبابتو بين شكت تن حق و كغولا ها دي اتقان او قبانايسو وصفي عن قبطنا وحاد ليدهي عمل كاد قبطتي اجرداادي مد حق ليده اديك اسكلي صدرت هدان لبدا كا استبمرينو كوني وارن شقدينا صفي عن ما قبنن وحو قادن سحرام بنقون كون حلالين مايان
maxaa yeelay isagu xaqii ninkan uu kugu lahaa maadan ka soo bixinood ujrada ku mudanaysay walidaalika qof haduu shaqada si fiican u yaqaano waxaa dhacaysa ninkii hadduu dib ka ogaado xataa shaqadaadana u bogo inuu daysto maxaa yeelay wuxuu rabay uu hayaa waxaan rajaynayaa jusiyada inaad fahanto dadka ay dhaqaadan ayaa la mid a wad magaalo ayna ka imanin magac ayna lahayn reer ayna u dhalanin qax ayna soo qaxin oo dadaan laga laynin oo badan baa la sheegtaa laakiin haddana waxaa kala duwan intaa inaad been ka sheegto waddan baa timid qof joogaa tahay reer iyo caruur baa tahay waxa wax lagugu siinayo dacwada aad qortay maahe inaad deganaataa lagugu ogolaaday kadib waxa wax lagugu siinayo dakhli kale ma ku soo galaa baahidan ma ka maarantaa waxan wey haddii aad shuruuddii lagu bixinaye baahida aad leedahay dadka mudan baad ka mid tahay racaayaadka iyo shacabka deegaanka iyo dowladdaasna ka mid baa tahay haddii waxaad sheegatay oo dhan run yahay laakiin dhaqaalo kale ku soo galood qariso waxaan lagu siinaya xaaraan buu noqonayaa marka sheekadii aad sheegatay ma xalaalayni waxan inaad mudan tahood baahidii lagu bixinaya tahay baa xalaalaysa tan waxaad ka been sheegteen duruuf iyo daruuro sharciga bannaynina waa dembi tan kale wixii aad xaaladaada ka run sheegto waxani xalaal ma ku yahay lagu siiyey caydhiga quudka lagu siiyey mise kuumaha ku xirantay waxaan rajaynaya su-aasha jawaabteeda inay caddahayo waxaa aljiha munfaka la yidhahda tan iyo dembigeedana waa baab gaara taa iyo mudnaanteeda iyo shaqo qabadkaaguna masala gaara wey wabilahi towfiiq جزاك الله خير الجزاء سفي عن بعض نوفا فايس وانا فاني خير الله كسيو جزاكم الله خير انت كل ما انه سؤال نوع عن وكلاته هذه لنا في امان الله